فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من يضع كتابه أو يضع شيئا خاصا لحجز مكان له في المسجد ثم يذهب لأجل تجديد الوضوء والعودة سريعا، فهل عليه من حرج في ذلك؟ لا، ما عليه حرج، هذا في حكم الباقي في المسجد. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.